وبنهاية صباحنا لليوم ومحطتنا الأخيرة حصلت فيها الضوء على أنشطة اتحاد الناشرين السوريين والمشاركات الخارجية في معرضي مسقط والدمام وأهمية هذه المشاركات والتحضيرات لشهر رمضان الكريم. رح نحكي التفاصيل أكثر مع ضيفنا لليوم هيثم حافظ وهو رئيس اتحاد الناشرين في سوريا. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم وصباح كل السادة المشاهدين، وبالأخص اليوم بعيد الأم من عايد كل أمهات سوريا. أكيد. وأنا بعيد أمي بشكل خاص، بقول لك العام انتي بخير، وبعيد كمان زوجتي وأختي وبنتي، وبعيد كل أمهات سوريا اللي هن حقيقة لهم دور كتير كبير وكتير مهم في بناء مجتمعنا السوري وفي تقديم هذه المستقبل المشرق لأطفالنا، ومستقبل مشرق كمان حتى لنا كلياتنا. نحن اليوم بيوم فرح، يوم عز، يوم محبة، يوم وطني بامتياز. كل عام وانتم بخير كمان انتم تنتين. شكرا يا رب. خلينا هيك بالبدايه نتحدث عن مشاركتكم ضمن معرضي مسقط والدمام. يعني من ايام رجعتوا على الشام واختتمتوا هي المشاركه، خلينا نحكي اكثر عنها. والله اول شيء نحن نحكي على معرض مسقط الدولي للكتاب، تعتبر المشاركة السورية من أكثر المشاركات العربية حضورا، إن كان على الصعيد الاجتماعي وإن كان على الصعيد الحضوري وإن كان على صعيد الكتاب، إن كان على صعيد أيضا التواصل الثقافي، إن كان على صعيد كم وعدد الناشرين السوريين الموجودين بهذا المعرض. دائما معرض مسقط نحن نعتبره معرض من المعارض المهمة، معرض مثله مثل معارض دمشق ودول الكتاب. نحن أغلب الناشرين السوريين صايرين عم يحطوا على معرض مسقط إصداراتهم الحديثة، وعم يحاولوا يكون معرض مسقط هو بوابة لمنتجاتنا الكبيرة. وصار على فكرة في تواصل حتى بين القارئ العماني والناشر السوري، وصرنا نحن يعني صار القارئ العماني يطلب الكتب السورية، وهذا أيضا دافع ورافع للكتاب السوري بحيث أن يكون هذا الكتاب السوري له بوابات عربية، ومن هذه البوابات مسقط. معرض مسقط عدد الزوار اليوميا عم يتزايد، وحتى مساحته كبرت، صار في عنده فضاء للأطفال، صار في عنده أيضا مشاركات للكتب العلمية بشكل كتير كبير، صار عنده أيضا حضور، صار القارئ العماني عنده بعد أكبر، صار عنده فسحة من الاطلاع بشكل واسع، وصار أيضا للناشر السوري بهذا المعرض خبرة بحيث أنه قدم وعملنا حضور كتير كبير، وأيضا كان زيارة رسمية كبيرة لنا. نحن ترافقت المعرض مع زيارة السيد الرئيس كمان لدولة عمان، وهذا كان عطانا أكثر سرور، وحتى عطى راحة اجتماعية لنا. وكان أغلب العمانيين على فكرة عم يسألوا عن سوريا وعن واقعها، إن كان الاجتماعي ولا السياسي ولا الاقتصادي ولا الأمني، وهذا كله بيعكس إنه معارض الكتاب هي بوابة لتنمية العلاقات الثقافية، العلاقات الاجتماعية بين المجتمعات العربية. ونحن والمجتمع العماني نعتبر صحيح نحن ممكن نقول اجتماعيا نحن بعاد شوي عن الواقع الخليجي، لكن نحن والعمانيين نملك نفس الطيبة، نفس المحبة، نفس الأخلاق، نفس السوية الثقافية المتميزة، نفس البعد الوطني والقومي عندهم، يعني نفس الأبعاد اللي نحن تربينا عليها بهذا البعد، خليني أسمي لك إياها القومي الكبير اللي بيحبوا الجامعة العربية. هذا أعطى دافع وأعطى إيجابيات كتير كبيرة، وبتصور المعارض القادمة حتكون أكبر المشاركات بالنسبة لسوريا. وأنا التقيت هناك بمعالي معاون وزير الثقافة العماني، وأتمنى أن يكون مشارك في الدورة القادمة عمان في معرض مكتبة الأسد. وبتصور حنحاول مع السيدة معالي وزيرة الثقافة السورية أنه نقدم لعمان دعوة تشارك معنا في
معرض مكتبة الأسد القادم، وهذا يعطي إيجابية كبيرة ودافع كبير للثقافة السورية والثقافة العمانية، بحيث صحيح. إحنا عم نعمل اندماج ثقافات مع العالم العربي. هل اليوم أستاذ أيضا اليوم نتعرف على ثقافات المجتمعات الأخرى، يعني يكون في هذا التبادل بالثقافات؟ نحن على أبواب الشهر الكريم و بهذا الوقت، يعني بالوقت الطويل خلال فترة الصيام، يمكن اليوم هيك الناس اللي عم تشوفنا تستهجن شوي الفكرة، يعني صيام وقراءة، ولكن في ناس كتير خلال نهارهم بيروحوا للكتب والقراءة لا يشغلوا وقتهم. خلينا نحكي عن هاي النقطة، وقد هي مهمة القراءة؟ هي مهمة وأساس في بناء الإنسان بكل أوقاته، لكن أي أثناء فترة الصيام الإنسان لازم بتلاقيه يتجه إلى الجانب الروحي، إلى الجانب النفسي، إلى الجانب تهذيب النفس. هو رمضان بالأساس هو تهذيب للنفس وللروح، والقراءة هي هيك. فكتير نحن بالمكتبات بنشوف إنه روادنا كتروا، صار في عنا إقبال بالذات على مثلا كتب الروايات، كتب اللي بتهتم بالجانب الاجتماعي، الكتب اللي كمان لها علاقات بالجانب الإسلامي، طبعات المصحف الشريف. فبيصير في إقبال بنوعيات مختلفة، وهي القراءة دائما تسعى إلى تهذيب النفس. صحيح. ونحن اليوم حتى الكتب السورية الموجودة الآن في المكتبات هي كلها تؤدي إلى بمضمونها إلى بناء الإنسان، إلى بناء النفس. هذا البناء الاجتماعي اللي هو رمضان بيسعى وبيحفز، ربما على فكرة نعطي حتى دافع أكبر برمضان. حتى بتلاقي مثلا كتير من الناس تتجه ل ممكن الكتب الأدبية أكثر شيوعاً، الكتب الإسلامية أكثر التصاقاً بالإنسان برمضان. لكن رمضان هو شهر أكيد هو شهر عبادة، لكن هو شهر قراءة، هو شهر عمل، هو شهر تطوير للذات، هو شهر اندفاع، شهر محبة. حتى على فكرة هو شهر العلاقات الاجتماعية، يعني إذا بتشوفوا أنتم برمضان الفلكلور الاجتماعي إن كان الدمشقي أو السوري عموما كله يختلف، يأخذ رؤية مختلفة، تصير العلاقات الاجتماعية أكثر التصاقا، وهذا يؤدي أيضا إلى أنه القراءة تكون أكثر رواجا في النفس الإنسانية. طيب بوقت كتير قليل بالدقائق المتبقية خلينا نحكي عن مبادرتكم أهل رمضان يلي رح تكون أكثر بشكل مفصل. هي مبادرة تتعلق بتشجيع يمكن القراءة عند الأطفال ومشاركتكم المستقبلية. هلأ نحن عملنا مفكرة سميناها أهلا رمضان، هي عم تتوزع على الأطفال، في منا تقريبا للمدارس وللدورات، إن كان دورات تحفيظ القرآن، إن كان دورات الجمعيات الخيرية، إن كان دورات المعاهد، عم تتوزع تقريبا بشبه مجاني. هي المفكرة عم فيها أسئلة تحفيزية تقريبا، عم يجمع فيها، عم يقولوا له اقرأ عن رواية كذا، اقرأ كتاب كذا، تحفيز على القراءة وعلى الدعم الثقافي. هذا الدعم الثقافي اللي هي عم تكون فيه هي المفكرة حتجمع له فيها نقاط للأطفال، وحتعطي انطباع أكثر. حيكون بالأخير لكل، هي موجهة لكل أطفال سوريا، ومساوينا بشكلين، شكل خاص للبنات وشكل خاص للأولاد، وهذا بده يعطي كلياته تحفيز للقراءة وتحفيز للجانب الاجتماعي. يعني نحن عم نركز دائما أنه رمضان يجب أن يكون هو جانب للوئام وللمحبة وللجانب الاجتماعي. وطبعا حنعمل الفائزين من هذه المفكرة، حنعمل لهم حفلات، حنعمل لهم توزيع هدايا كتب تليق مثل شيء له علاقة في التعلق بالقراءة. نعم أكيد كتير اليوم مهم التكريم بعد هذا التعب. نشكر حضورك لليوم، وتحياتنا أكيد لكل اتحاد الناشرين السوريين، ومننا لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأم، وأيضا كل عام وانتم بخير بمناسبة الشهر الكريم. وأنتم كل عام وانتم بخير، وكل عام كل أمهات سوريا بخير، والناشرات الأمهات كمان كل عام وهن بخير، كل عام وانتم بخير. شكرا كتير لك وأهلا وسهلا فيك.